يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا. باشمهندس شريف. ايوه صباح الخير يا استاذ علي، اؤمر. انا مش هعطلك على شغلك، بس كنت عايز اسالك على حاجه وارجوك خليك صريح معايا. طبعا اتفضل. هل في اي وقت يا باشمهندس، في اي وقت كان في استلطاف بينك وبين حنان مراتي؟ نعم. انا عارف ان السؤال غريب، بس خلاص احنا بقينا لوحدنا ومفيش ستات، انا بس كنت حابب اعرف. تعرف ايه يا استاذ علي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني لو كان حصل يعني انك استلطفت حنان، او كان بينكم اعجاب او نظرات. استاذ علي انت كويس؟ ارجوك جاوبني يا استاذ علي. احنا على سلم العمارة، واللي بتقوله ده كلام غريب جدا. لا طبعا مفيش حاجة زي دي حصلت. ارجوك خليك صريح معايا. وربنا ما حصل. عمرك ما حسيت ان حنان مراتي حلوة؟ والله يا استاذ علي حنان مراتك دي ست كمل يعني وزي الفل، بس يعني انا مش مهندس شريف. ارجوك انا مش بطلب منك اكتر من الصراحة، ارجوك يا علي. بيه والله ابدا، اصل حنان دايما كانت بتطلب مني ان اكون شيك واهتم بنفسي زيك. متشكر اوي الله يخليك. انا اسف يا باشمهندس، انا بس بقالي كام يوم مش عارف اعمل اي حاجه بسبب الموضوع ده. اشكرك انك كنت صريح معايا. بعد الحوار الصريح جدا ده حمدت ربنا ان علا ما كانتش موجوده، لو كانت سمعت حوار زي ده كان زمان نهاري مش فايد. بصراحه حنان مرات استاذ علي حلوه فعلا، بس بصراحة عمرها ما جت في بالي يعني ولا فكرت فيها، فلو كنت سمعت الحوار اللي دار ده يا علا بأي شكل ما تصدقيش، أنا صريح معاكي. بصراحة يا أستاذ شريف مش طول الوقت الصراحة كويسة. ليه بس يا باشمهندس بسيوني؟ ده حتى الصراحة راح. بس مش مع مراتك، الصراحة حلوة بس مش مع مراتك. وليه مش مع مراتك؟ إزاي ما تكونش صريح مع شريك حياتك؟ قابل يا عم، قول له حاجة يا باشمهندس شريف. بس يا باشمهندس علاء، لو كنت اتجوزت كنت هتعرف. الموضوع ملوش دعوه بالجواز يا باشمهندس، الصراحه دايما حلو. حتى لو هتزعل منك الناس، محدش بيزعل من الصراحه. يعني لو قلت لك مثلا بصراحه ان باشمهندس شريف قال لي قبل كده ان كان احسن لك تختفي مع الستات، وان ده رايي انا كمان بصراحه، مش هتزعل؟ ايه انت قلت كده فعلا يا شريف؟ انا كنت اقصد ان انت عشان اكتر حد متضايق يعني وصعبان عليا وكده، كنت هتبقى معاهم فتطمن. جرأة يا باشمهندس بسيوني. انت قلت كده يا شريف؟ ايوه قال. ما تزعلش من الصراحه بقى. طب ما شريف برضو قبل كده قال لي انك مالكش في الستات. ايه انا ماليش في الستات؟ قال لي ان دايما اللي عامل فيها سبع البرومبه غالبا بيبقى مالوش فيها. لا يا باشمهندس شريف انا ما اسمحلكش. يا باشمهندس انا ما قلتش كده تحديدا يعني. جرأة علاء، انا كنت اقصد مالكش يعني في الاهتمام بالستات، الاهتمام بالستات ودلعهم يعني. ما دام الصراحه ما بتزعلش بقى. لا انا لا اسمح. لا انتوا فاهميني غلط، انا ما قلتش كده. معلش انا ما قلتش كده، انت قلتني غلط. انا يا باشمهندس من الاول. بالعافيه قدرت اسلك بين باسيوني وعلاء وفهم كل واحد فيهم كنت اقصد ايه. بصراحه يا ريتني ما كنت قلت رايي في كل واحد فيهم بصراحه. افتكرت لما كانت علا بتطلب رايي بصراحه كنت بصراحه بيطلع عيني. يعني مثلا مره قالت لي شريف يا شريف. ايوه يا علا. ايوه ممكن تسيب الفيلم لحظه؟ عايز اسالك سؤال. ها اتفضلي. نعم. هو انا تخنت؟ لا يا حبيبتي، بس انا حاسه اني تخنت. متهيالي ممكن تكوني تخنتي شويه. ايه ده، يعني انت شايف اني تخنت؟ خدت بالي شويه لما قلتيلي. يعني مش فاهمه يعني ايه خدت بالك لما قلتلك. انت شايفني تخنت ولا ما تخنتش؟ لا بيتهيالي ما تخنتيش. ما انت لسه قايل ان تخنت شويه وخدت بالك لما قلتلك. الله انت هتحيرني معاك. مش عارف يا علا، مش عارف بقى. قولي رايك بصراحه. الله تخنت. ايه ده، طب ليه لما سالتك اول مره قلت اني ما تخنتش؟ عشان ما تزعليش. ومين قالك اني هزعل؟ ما انت زعلانة اهو. ايوه طبعا، لان انا المفروض اني خسيت يا شريف، وحتى لو كنت تخنت المفروض ما تحسسنيش ان تخينة. حقك عليا، انت خسيتي. انت بتاخدني على قد عقلي؟ لا اله الا الله. ما انت مش مركز معايا، انا بسألك عني وانت مركز في الفيلم. يعني هي ميجن فوكس دي احلى مني؟ لا يا حبيبتي انت احلى طبعا. انت ليه مش بتقول رأيك بصراحة؟ ومين قالك اني مش بقول رأيي بصراحة؟ لاني اكيد مش احلى من ميجن فوكس. ولما انت عارفة انها احلى منك بتسأليني ليه؟ عشان عايزة اعرف رأيك بصراحة، انا احلى ولا هي؟ بصراحة هي.
ايه ده؟ يعني انت شايفها احلى مني؟ شكلا شكلا يا حبيبتي، انما انت حاجة تانية خالص لانك لا ما تبررش، انت فعلا شايفها احلى مني، ما تقوليش بقى حاجة تانية ولا انك ما انت لسه قايلة انك عارفة انها احلى منك، زعلتي ليه؟ عشان مش المفروض انك تقول كده، انا اقول كده، انت لا انت عاوزاني اقول ايه طيب؟ تقولي الصراحة يا شريف. يبدو ان انا اللي ما كنتش عارف تعريف الصراحة عند الستات، بعد تفكير طويل بدأت أفهم إن الصراحة عند الستات إنك تقولها الحقيقة، بس لو كانت الحقيقة هتضايقها يبقى لازم تقولها بطريقة ما تضايقهاش، ولو اتضايقت فأنت لازم تفهم إنها مش زعلانة منك أنت تحديداً، هي زعلانة إن الحقيقة طلعت بتضايق، وإنك كان المفروض تقولها بطريقة تانية. الموضوع معقد جداً أنا عارف، بس هي دي الصراحة. يا ابني انت عبيط. ليه؟ ليك حق تبقى خايب مع الستات وما تطلعليش. ليه بس يا بابا؟ عشان ما حدش فهمك ان الستات مش بيسألوك عشان عايزين رأيك او عايزين حتى الصراحة. امال عايزين ايه؟ عايزين يسمعوا كلام حلو، عايزينك تعمل نفسك مش واخد بالك، تقول لها يا روح قلبي تتخاني ترفعي، انت كده كده حلوة وميجان فوكس مين، دي ستات بلاستيك، انت الاصل. اللهم صلي على النبي، ايه المواهب دي يا حاج؟ اتعلموها بقى، خربتوا البلد. احنا اسفين يا بابا، احنا اسفين يا ستات. انت عايز رأي بصراحة؟ قول يا ابو شريف قول. ليهم حق يطفشوا منك ومن امثالك. الله يخليك، تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا حبيبي.